زمان الغيبة ما هي وظيفة الإنسان المؤمن اللي تقع في طريقه ليظهره، لكن في الدرجات الأدنى روايات عديدة بل مستفيضة بل قد تكون متواترة تصرح بأن مسؤوليتنا نحن في زمان الغيبة هي المرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اصبروا على المصائب. المؤمن في زمن الغيبة مبتلى بمصائب كثيرة، لأنه أقل شيء أنه ما يصافح الاستعمار ولا يصافح الظالم، فإذا لم يصافح الاستعمار ولا صافح الظالم فإنه سيبتلى بمصائب في نفسه، في ماله، في أسرته، في غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. اصبروا ماذا؟ على المصائب. وصابروا على الفرائض. الفرائض تحتاج إلى مصابرة، أي أأمرك بأن تصبر وتأمرني وترشدني إلى أن أصبر، لأنه الفرائض اللي منها إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، منها الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف جدا صعب حقيقة. أنتوا تصوروا واحد ليل نهار يأمر المعروف، يأمر الحاكم بالمعروف، يأمر رئيس الشركة بالمعروف، يأمر البرلماني بالمعروف، يأمر أباه وأخاه وابنه وصديقه وعدوه بالمعروف. هذا تنهال عليه المشاكل من كل حد وصوب. لكن شنو؟ اصبروا وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأئمة. هذه رواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أي ورابطوا على الاقتداء بالأئمة. لاحظوا، أذكر لكم بعض هذه الروايات في هذا الحقل. الرواية سندها صحيح في تفسير القمي، قال الإمام الصادق عليه السلام: اصبروا في تفسير الآية على المصائب وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأئمة. زين، بعدين رواية أخرى توضح يعني شنو رابطوا على الأئمة. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: اصبروا على المصائب وصابروهم على التقية ورابطوا على ما تقتدون به. الاقتداء بعلي بن أبي طالب عليه السلام صعب، لأنه كان قمة في الزهد، قمة في الورع، قمة في التقوى، قمة في الجهاد. لا تأخذوا في الله لومة لائم، لكن أنت رابطوا على ما تقتدون به. تقتدون بمنه؟ بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. إذن رابطوا على الأئمة يعني على الاقتداء بالأئمة. ورابطوا على ما تقتدون به واتقوا الله لعلكم تفلحون. في رواية أخرى يقول عليه السلام: رابطوا إمامكم فيما أمركم وفرض عليكم. ما الذي أمرنا به الأئمة؟ أحيوا أمرنا. هذا أمر بعد، إضافة إلى العشرات والمئات من الآيات والروايات التي تصرح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نرابط على ماذا؟ على ما أمر. هذا في زمان الغيبة مسؤوليتك ومسؤوليتي أنا. هذا الحديث بمناسبة أن يوم 9 من شهر ربيع المشهور بفرحة الصديقة الزهراء فاطمة عليها الصلاة والسلام، هو يوم عرفي لتتويج الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بتاج الإمامة، إن صح هذا التعريف. والتاج يتشرف بأن ينسب إلى الإمام طبيعيا كما هو واضح. نحن في زمن الغيبة مسؤولون بهذا القدر، الإظهار لدين الله في تلك الرتبة العليا هي هو شغل الله مو شغلنا إحنا. لكن المراتب الأدنى التي تتحقق بمرابطتنا نحن، هذه مسؤوليتنا نحن. حسنا، المرابطة التي تعني المرابطة مأخوذة من رابطة، رابطة أي شد، رابطة شيئا بالشيء أي شده مع المحافظة. يعني كلمة رابطة مو فقط شد، وإنما شده مع حافظ عليه لولا أن ربطنا على قلبها. إذن المرابطة تعني كما يقول اللغويون وكما تستفاد من الآيات القرآنية الكريمة، المرابطة اللي هي من رابطة يعني تربط الشيء أو ترتبط بالشيء وتحافظ عليه. فأنت رابط الأئمة، أي التصق بهم وبتعاليمهم وشد أنفسك، وصل حبلك بحبلهم وحاول أن تتمسك به وتحافظ عليه بكل قوة.